tiny graders. هلأ بدنا نشرح what do you know about bile. انتو شو بتعرفوا عن البايل؟ مين بيفرزها؟ هي عبارة عن شو؟ اذا اول شيء لتعرفوا شو هي لازم بس تشوفوا او تفهموا الفكرة يلي هي من وين تيجي البايل وكيف عملية مرورها قبل ما نعرف شو الفانكشن لإلها. اوكي، اذا بديكم بس تطلعوا على هالستركشرز اللي هون ومن خلالها رح نقدر نفهم من وين بتيجي هالبايل وكيف عملية الستورج لإلها وشو هني الفانكشنز تبعونا. لنقدر نفهم البايل ان جنرال لازم نقدر نعرف او نقدر نميز بين بعض الاورجانز. اهم الاورجانز الليفر، الجول بلادر، المرارة، جايبت الكسورتين للمرارة. اوكي، هدول هني الجول بلادر وهيدا هو الليفر. اول شيء البايل بتنفرز من الليفر، ليكي كيف جاي. اول شيء بتنفرز سيكريتد باي ذا ليفر، بعدين بيوديها على الجول بلادر، هون بصير لها ستورج. اذا لنقدر نفهمها اكثر، هون بالليفر بصير لها ستورج وبصير لها كونسنتريشن، يعني بتتركز، فبصير قوة الشغل تبعيتها او الافيشنسي للشغل. بقولك في منه بقول تايمز 4، في منه بقول تايمز 18، يعني لتقدر تشتغل اكثر وبافيشنسي اكثر. هلا هو بيخزنها بقلب بقلب الجول بلادر، لما يصير فيه او بحاجه لها يصير في عندي دايجشن بالسمول انتستين، دغري هالجول بلادر شو بتعمل؟ بتفرزها على السمول انتستين. طبعا اللي نحن شايفينه هون، هون الديدونم، هيدا عباره عن الديدونم اللي هو فيرست بارت اوف سمول انتستين يلي بصير فيه دايجشن. هيدي الدكت اسمه الكومون بايل دكت. هيدي القناة تبعيت البايل بتشترك مع القناة تبعيت البنكرياس واثنيناتهم بينفرزوا على الديدونم. البنكرياس بيفرز البنكرياتيك جوز، اما الجول بلادر بتفرز البايل، واثنيناتهم بينزلوا على السمول انتستين على الديدونم. تشوفوها بالتفصيل اكثر، هيها هون، هون الليفر بفرز البايل بخزينها بالجول بلادر، بعدها لما يحتاج الجسم الجول بلادر بتطلعها بتنزلها على الكومون دكت الموجوده هون مع البنكرياس، بيفرز البنكرياتيك جوس واثنيناتهم بينزلوا على هون على اول بارت من السمول انتستين اللي هي الديدونم يلي بصير فيه الدايجشن او الكيميكال دايجشن بقلب السمول انتستين. اذا انا هون عندي هيدي جول بلادر، كمان نفس الشيء هيدي جول بلادر، عم فرجوك البايل بتيجي من الليفر من فوق، بعدين بتنعمل لها ستورج هون، لما بحاجه لها الجسم بترجع بتنزل وبتروح على الديدونم اللي هو اول بارت من السمول انتستين لتساعد بعمليه الدايجشن. سو البايل هي عباره از جرينش يلو substance او secretion. اوكي، لونها اصفر عخضار، فينا نقول له بايل وفينا نقول بايل salts وفينا نقول بايل acids، وفي بعض الكوريكولم بيكتبوها جول نسبة انه هي بصير لها storage بالجول البلادر. it is secreted، إذا it is secreted by liver, stored and concentrated، تتركز وبتركز عشان يتركز الإفشنسي لإلها بالجول بلادر، بعدين and it is poured أو secreted، تنفرز وين؟ in duodenum اللي هو الفيرست بارت والشورتست بارت من السمول انتستين لتساعد بعملية الدايجشن. طب شو هن الرول in general؟ What are the roles of bile؟ عندي اثنين رول in general. أول شيء عملية الإيمالسيفيكيشن. الإيمالسيفيكيشن أو في أقول لك كلمة تاني dispersion أو dispersion of fats للفاتس. الفاتس إذا بتعرفوا هني بيكونوا، فهرجيكم يا كيف بتكون القصة.
الفاتس بيكونوا عبارة عن لارج موليكيولز. لكني انت حطي فات فوق مي، شو بتلاقيهم؟ بتحوكموا مع بعض مثل هيك، بيعملوا مثل بقعة من الزيوت كبيرة. هاي بنسميها لارج جلوبيول اوف فاتس. بوجود البايل نعتبر هذا بايل. بوجود البايل بصير له ايمالسيفيكيشن، اذا هون عمليه الايمالسيفيكيشن. اوكي، لشو بتتحول؟ طلعوا لسمول دروبلتس. سمول دروبلتس يعني نقط صغيره، اذا بضلوا حواليها البايل بس بتتحول فروم لارج جلوبيول لسمول دروبلتس. هدول السمول دروبلتس يعني هي زادت من عمليه السيرفس اريا يلي بده يشتغل عليها الانزيم اللي هو اللايبيز اللي بده يعمل دايجشن للليبيد. فبدل ما كان يشتغل على هيدي الاريا، صار لك كم اريا بده يشتغل، فاذا صار اسهل عليه يعمل دايجشن. وقتها بيجي الانزيم اللي هو نعتبر هيك مثلا شكل اللايبيز، وقتها بصير سهل عليه يجي يعمل دايجشن لكل موليكيول او لكل دروبلت من هالفاتس لحالة، بصير لأنه بتصير يكون زادت السيرفس اريا لإلهم. أوكي، تنفهم بعد أكتر عملية الإمالسيفيكيشن. هات نصغر هيدي، أوكي، ونطلع اللي هون عندي. طلعوا عليها هيدي الفكرة، لو أنا جبت كوب من المي وحطيت له زيت، بنلاقي إنه الزيت لون طلع لفوق، مزبوط ولا لا؟ هيدي هي اللارج جلوبيول from او اوف اويل. لو انا حطيت لها بايل او ايمالسيفاير يعني شيء بعثره يعمل لها ديسبيرشن. على فكره ناخذ اكزامبل مثل الفيري يلي بنجلي فيه، كمان بيعمل هو ديسبيرشن او ايمالسيفيكيشن للفاتس يلي بيكونوا موجودين بالطعام. فمنشوف بتتحول لسمول دروبلتس، دروبلتس كتير صغيره، وين يعني بتتبعثر بكل الجلاس يلي بيكون عندي الجلاس اوف ووتر. وقتها اذا انا حطيت لها اللايبيز بسهل عمليه الدايجشن لإلها. اوكي، اذا هلا بعد ما قلنا انها بتعمل ايمالسيفيكيشن، تاني رول لإلها هي انها بتعمل كونفيرت ذا ميديوم of small intestine basic that favors digestion. بتحول الميديوم بالsmall intestine لبيزك عشان يصير في digestion. إذا بتتذكروا إنه القايم اللي جاي، الطعام اللي جاي بالستومك بيكون مخلوط بالdigestive juice، يعني فيه أسيد، أسيدك ميديوم. اوكي، لما ينزل على السمول انتستين اذا اسيدك، كيف بدهم يشتغلوا الانزيمز تبعون السمول انتستين باسيدك ميديوم وهن ما بيشتغلوا الا على بيزك ميديوم؟ وقتها بيجي الليفر بيفرز ماده البايل، بتحول الميديوم تبع السمول انتستين اندو بيزك ذات فيفرز دايجشن. اذا بهالطريقه بنقدر نحن نفهم عمليه او الرول اوف بايل. اول شيء البايل هي ماده جرينش يلو لونها أصفر أخضر، تنفرز من الليفر، فينا نقول لها بايل سولت، بايل أسيدز أو جول، وبتتخزن بالجول بلادر. وقت لما تتخزن بالجول بلادر بتتركز أكتر، وبعدين بتنفرز على الديدونوم اللي هو القسم يلي بصير فيه ديجشن بالسمول انتستين. الرول لإلها بصير لها إمالسيفيكيشن او ديسبيرشن، بتعمل ايمالسيفيكيشن او ديسبيرشن اوف فات، بتبعثر الفات لتسهل عمليه الكيميكال دايجشن لإله. فبيكون عندي لارج جلوبيول من الفات، بتيجي البايل بتحوله لسمول دروبلتس، فوقتها بيسهل عمليه الدايجشن لإله بوجود اللايبيز. اوكي، واخذنا هيدي الصوره لتفهمنا اياها اكثر. تاني رول لإله تعمل كونفيرتينج، يعني هي بتحول الميديوم او النيتشر اوف ميديوم اوف سمول انتستين فروم اسيديك يلي جاي بسبب الطعام اللي جاي من الاستومك القايم انتو بيزك عشان تعمل عمليه الدايجشن، لانه كل الانزيم بالسمول انتستين ما رح يقدروا يشتغلوا اذا بقي الميديوم اسيديك.
فإذا هي بتحوله لبيزك in order to favors digestion in the small intestine. عندي فكرة أخيرة لازم تعرفوها إنه البايل very important substance ما بيقدر الجسم يخسرها، فعشان هيك بيرجع بصير لأبسوربشن. وأنا هذا عاملة عليه بعتقد سؤال إن شاء الله بنرجع بنحله بنبقى بنحله لقدام، هيدا السؤال أنا عملته كيف بصير reabsorption للبايل، بتصير من الإيليوم اللي هو آخر جزء من السمول انتستن، بيرجع هالبايل أو هالبيلياري سولز بيرجعوا بيمتصوا عبر الدم بيروحوا بيرجعوا على الليفر، بيجي الليفر بيشوف قدين نقصت هالبايل بيرجع بيعمل manufacture للبايل اللي نقصت أو الكمية اللي نقصت، لأنه إلا ما يكون في كمية طلعت مع الستول من الكمية اللي نقصت، وبيرجع بنزلها على الجول بلادر ليصير لستور.